اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده واكله ام النهارده في البرنامج بتاعنا الشهير اللي بيسمع في كل انحاء العالم. هتكون اكله فوسفوريه اتعودنا بالشيف المغازي، يوم في الاسبوع بيبقى سمك، وعلشان انتوا غاليين عندنا وبنحبكم فبنعيد الحلقه يوم الخميس من كل اسبوع، يعني خميسنا فوسفوري. هتعمل ايه يا شيف النهارده؟ انا النهارده معايا المشتريات بتاعتي، بستاذن مخرجنا الجميل وفرسان التلفزيون المصري بصب عليكم، نستعرض حلقه السمك مع بعض. معانا شويه فيليه قشر بياض، ومعانا جندفلي اللي هو بلح البحر، ولكن مش هو ده بلح البحر، المسميات بتاعته يعني دي من القشريات جندفلي، ومعانا كمان جمبري لحم. هنعمل ايه؟ هنعمل النهارده السمك الفيليه، هنعمله طبق كفته جامد جدا عشان الاطفال الحلوين اللي مش بيحبوا السمك، دايما السمك والاطفال في عداوه بينهم، مش علشان السمك وحش، لا عشان في شوك اللي هو الحسك، اخواننا في الخليج طبعا والشام مسمين الحسك اللي هو الشوك. فانا هعملها النهارده كفته السمك بالبطاطس، ولكن الشيف المغازي هيجود كالعاده والخبره الطهويه بتلعب دور، وهنخليه الشوفان هنا العمود الفقري بديل للبقسماط. هنشوف ازاي نخلي الشوفان هو الكفر بتاع الكفته بتاعتي، هنشوف الكلام ده مع بعض في تفاصيل الحلقه. معايا جمبري النهارده، هروح على اسكندريه ونمسي على الاسكندرانيه والشعب الاسكندراني الجميل، بنقول لكم كل عام وانتم بخير. هنعمل لكم النهارده الكشك الاحمر الجميل الحلو بالجمبري وتفاصيله، كل بلد سواحليه بيختلف طعم الكشك من بلد لبلد، فانا النهارده هعمله بطعم خاص ونشوف ازاي لون الكشك، هل هو من معجون الطماطم أو صلصة الطماطم، ولا لون القشر بتاع الجمبري نفسه اللي مستنين على النار بيغلي. معانا كمان يا عم الشيف بلح البحر اللي هو الجندفلي ده، هنعمله مع طبق مكرونة جامد جدا مع وايت صوص أو الريد صوص بالطماطم بالزعتر بالريحان، تفاصيل كتيرة. الحلو إيه يا شيف؟ عملت لنا أكل وعملت لنا السمك. الحلو بالتأكيد دايما مع الأسماك بتحب التمر، بتحب إن احنا يكون في حاجة لطيفة وحلوة، فأنا النهارده هعمل حاجة لأول مرة حصريا، هعمل السموزي التمر بالايس كريم. اللي عندنا العجوه بتاعت سينا وبتاعت الواحات والتمر الجميل، فخلونا نجيب المستوي منها وهي ظاهره على الشاشه ودي موجوده في اي مكان. ازاي نعمل سموزي التمر بالايس كريم والفليفر والطعم، ممكن يكون اي طعم احنا حابينه، هنشوف التفاصيل الصغيره دي طبعا جوه الحلقه بتاعتي. حلقاتي فيها تفاصيل كتير، معلومه غير معلومه، فيها خبره طهويه بتستاهلوها، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، تعالوا نشوفوا مع بعض تفاصيل الحلقه بتاعتي وخط سير الحلقه. زي اي شغل بيبقى فيه طبعا ان احنا المزمبراز بتاعنا ونجهز الشغل بتاعنا ازاي. حلو قوي. انا هبدا دلوقتي، معانا كفته السمك اللي هنعملها بالبطاطس، ومعانا طبق المكرونه اللي هنعمله بالجندفلي، ومعانا شويه جمبري لحمه هنعملهم مع بعض الكشك. الطبيعي ان عندنا بطاطس لازم نسلقها، ما ينفعش نحط بطاطس نيه مع سمك فيليه قشر بياض، نسبه التسويه بتاعه السمك اقل من نسبه تسويه البطاطس. احنا هنا بندرس المطبخ، انا يعني وانا هعمل الاكل ده بعون الله وبفضل الله سبحانه وتعالى هعمله في 10 دقائق، ولكن انا دوري ومهمتي وهدفي ان حضراتكم تخش المطبخ يبقى عندك ثقه كده في نفسك، وبتخش المطبخ تعمل اي اكله نفسك فيها، سواء من المطبخ الغربي الشرقي المطبخ المصري، بكل ثبات وكل طبعا خبره طهويه. فانا هبدا الاول ناخد السمك الفيليه القشر بياض، ندخله على البخار عشان نستفيد بالتيست بتاعه والطعم بتاعه. هنشوف مع حضراتكم مقادير كفته البطاطس بالسمك، هنعملها مع بعض ازاي، والكفر بتاعنا هيكون شوفان مش بقسماط. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه، قولوا معايا في نفس واحد، تتحدث عن نفسها. الكلام ده فين؟ على شاشه التلفزيون المصري. انا بتكلم معايا مخرج جميل جدا بحبه، في كيمياء بينه وبينه. ما تشيلش السمك، وانا هاخد السمك يعني واطير بيه يعني يا شفيق، ما هو مكان بس لازم اتكلم. هناخد السمك الفيليه القشر البياض اهو. معانا مين يا فندم؟ الاستاذ احمد، اسمع على مسمى يا ابو حميد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. منور الدنيا والله. الله يبارك لك. على فكره انا بكلمك من محافظه الاسماعيليه وبالتحديد من مركز فايد احمد موسى، مع حضرتك صاحب محلات. هو ده بقى انت عايز تحبسني بقى يعني، مش عارف انا يعني. خش في التقيل على طول يا ابو حميد.
بتحبني خليك في الدغري. تعالوا مع بعض هنعمل حمام بخار للسمك الفيليه القشر بياض. ازاي؟ انا معايا حله على النار، والله العظيم انا عايزك لما تخش المطبخ بالشكل ده كده، يعني طريقتك و المدرسه بتاعت المطبخ بتاعتك مختلفه شويه. معايا حله على النار فيها ميه بتغلي، الميه دي بحط فيها فليفر من الملح والزعتر وفلفل اسود مش فلفل ابيض. السمك ما يحبش الفلفل الابيض، عشان بس اللي يبقى فاهم يقول لك الفلفل، لا الفلفل الابيض انا مش بحبه، ولو ملاحظين دايما ما بستخدموش، بيستلو استخدامات تانية. حلو الكلام. هبدا احط السمك ده كده في قلب الميه دي كده. اه حلوه، والحله دي فيها مصفى عشان لما اشيله كده اهو يبقى بالشكل ده كده. اه حلو الكلام. اه كميه السمك تقريبا ممكن تكون كيلو، ممكن نص كيلو. يا ام ندى ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا يا اختي. تسلم ايدك. الله يسلمك. تسلم يا شيف. الله يسلمك يا ام ندى. اموريني يا ست الكل. يا شيف عايزه اعمل رز بلبن، انا بعمله كده بس بحطه في الثلاجه، من اول ما بطلعه من الثلاجه بلقى اللبن من فوق والرز من تحت. اه يعني قصدك اللي بيبقى لونين مثلا؟ عايزاه يبقى ماسك نفسه، عايزاه زي بتاع السوبر ماركت. حاضر. صلي على الحبيب قلبك يطيب. كل القصه دي هتحط معلقه نشا مع الحليب والرز بس، خلص الكلام. اللي هو دي الذره الناعم، يعني النشا ده معروف. حلو. طب مش موجود نشا، بتطحني شويه رز بالرز اللي بتعمليه مع الرز اللي انت سلقاه، دي رقم واحد. ثانيا الرز تنقعيه من بالليل او تنقعيه قبل ما تسليه بوقت كبير، لان الرز بيحتاج لوقت كبير في السوى، خاصه لو هنعمله رز بلبن، عشان نبقوا عارفين. الحاجه الثالثه بقى اللي هي اهم، الرز ما يستويش في حليب، هياخد وقت كبير قوي، فعلشان الرز يستوي بسرعه حط له ميه واسليه سلق تام، بعد كده حط كميه الحليب اللي انت حباه والسكر اللي انت حباه والعيار اللي انت عايزاه مع شويه فانيليا، وهو ده الرز بلبن. معانا في المقادير بتاعه الكفته بطاطس مسلوقه. طبعا انا قشرتها، والبطاطس دي لازم تتسلق بالقشره بتاعتها بالشكل ده كده اهو، علشان ليه يا شيف؟ عشان نحافظ على الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده في البطاطس. ومن نعم ربنا. نعمين مين يا مدام يمنى؟ ازيك؟ السلام عليكم. ام يمنى ازيك؟ سلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ نعمه والحمد لله. على الاكلات الحلوه اللي حضرتك بتعملها، الله يبارك لك. احنا مدينين ليك بفضل كبير قوي، علشان حضرتك بتعلم بناتنا حاجات ما شاء الله، يعني زي الفل. وانا مديون لبلدي برقبتي، انا اقدم كل شيء انا بعرفه لحضرتك. ما بين ايديك دايما يا رب. الله يبارك لك يا ست الكل. امري حضرتك على الملوخيه اللي بالجمبري. مالها؟ الاحسن انه الجمبري يتحط مع الشوربه اللي بالملوخيه، ولا ان احنا نعمله مع الطشه بتاعت الثوم؟ سؤال وجيه جدا وبشكرك عليه بجد، يدل على انك انت شاطره في المطبخ. الجمبري في طريقتين، ان انا اشوح الجمبري مع التومه، بس في الحاله دي ما يمنعش ان احنا نعمل طشه الملوخيه اللي هي التومه والكزبره الناشفه. اما اذا ان انا شوحت الجمبري لوحده مع الملوخيه ينزل مع الميه اللي بتغلي يا ست الكل، وفي الحاله دي يبقى الجمبري خد طعم الملوخيه والملوخيه خدت طعم الجمبري. البطاطس انا سلقتها بالقشره بتاعتها علشان احافظ على الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده في البطاطس، ومن نعم ربنا على الانسان النشويات اللي موجوده في البطاطس غير النشويات اللي موجوده في الرز، غير النشويات اللي موجوده في الدقيق، غير النشويات اللي موجوده في البطاطا. ليه يا عم الشيف؟ بتمتص السموم الموجوده في الجسم. اه انا هرسها كده بالشوكه ويبان شخصيتها في قلب الجمبري، في قلب السمك الفيليه. اه اه يعني ما تخليهاش بوريه، انا عايزها كده عشان اللي ياكلها يعرف ان دي بطاطس. اه بالشكل ده كده. حلو قوي لغايه كده زي الفل يا عم الشيف، ما عملتش اختراع ولا حاجه، كلنا بنعرف نهرس بطاطس. هناخد السمك بتاعنا اللي موجود هنا اهو، اللهم صل على النبي. ده السمك خد حمام الميه، بحطه كده في الكبه اهو بالشكل ده كده. مين؟ انسه سميحه ازاي؟ الو ازيك يا شيخ؟ ايوه يا ست الكل. كويس الحمد لله، عامل ايه؟ نعمه والحمد لله يا استاذه سميره. انا بحبك جدا جدا. الله يبارك لك، اشكرك. امورين واكلتك فظيعه جدا، يعني سهله طبعا ومش مستاهله. امورين بحبك والله. هي ممكن تعمل، ممكن طريقه عمل مكرونه بشاميل؟ نعمل مكرونه بشاميل لحضرتك. حاضر اشكرك. تعالوا مع بعض نضرب السمك ده كده ضربه. حاضر. يعني تسمحوا لي كده بس كده على السريع، كمان واحدة. هوبا هو ده، كمان واحدة هو ده. ك
خلص الكلام. المخرج بيقول لي هنا الامانه بيقول لي يا شيف مغازي، طب انت يعني طب كنت ضربت السمك ني؟ لا يفرق، يفرق الموضوع هنا السمك هنا نشوف شكله دلوقتي كده اهو، الفرق بين ان انا احطه ني والفرق ان انا احطه بالشكل ده كده، دخل على البطاطس مفيش حد احسن من حد، مستوي تقريبا واخد الصدمه البخاريه على النار اهو بالشكل ده، وابدا احط البهارات بتاعتي بقى. ايه بهاراتك يا عم الشيف واحنا شغالين مع بعض كده؟ شويه شبت، شويه بقدونس، شويه كرفس، بهاراتك والبهارات تتحط صحيحه كده عشان تبان شخصيتها في قلب القرص بتاع الكفته، شويه ثوم الله عليك، اجود واحط معلقه هريسه حمراء يعني مش موجوده في المقادير يا استاذ رحاب، دي جت كده يعني حاجه في سكتي اهو. حلو الكلام. احط سنه شبت صغيره، واحده بيضه، حلو الكلام. الله، دي هرم غذائي فيها كل حاجه، اعملها كده واسمعها كلام النهارده لاولادك بجد هيحبوا السمك. فلفل اسود، شويه زعتر، الملح نظبط الدنيا، واعملي حسابك حاطه ملح في البطاطس وهي بتتسلق، فخلي عندك الذاكره علشان ان انت حاطه ملح فالملح ما يبقاش زياده. بهاراتنا سنه بابريكا، انا حريص ان احنا نعمل الطبق ده علشان الطبق ده الاطفال هيحبوه وكبار السن هيحبوه، اللي هم مش بيحبوا يضيعوا وقت كتير في الازازه بتاعت السمك. خلص كده هخلط المقدار ده كله مع بعض. اصبر على رزقك، بيقول لي فين الشوفان؟ انا هعمل واحده واطلع فاصل بس بعد اذن طبعا فريق العمل. هنقلب ده كله مع بعضه كده. اللهم صل على النبي. بطاطس مسلوقه بالقشره ولازم تتهرس بالشوكه، ابعديها عن الكبه خالص. السمك هرسته في الكبه وحطيت له بيضه عشان اي سوائل تنزل تلاقي فيه هنا ايه حارس مرمى قوي جدا. التقليبه دي مهمه. اخد الخليط ده كده يا عم الشيف وتعالوا مع بعض نشوف ازاي هنسويها مع بعض. صغير يحبها الاطفال الصغيرين، كبار يحبوها، حماتك عندك بتزورك في السنه مره تحبها. والله بفتح التلفزيون القناه الاولى يا حماتي لقيت الشيف المغازي عامل كفته جميله جدا، هتاكلي صوابعك وراها، مش محتاجه اي مجهود في المضغ في الهضم اهو، في قلب الشوفان يا عم الشيف وتبقى بالشكل ده كده واحنا شغالين مع بعض. ممكن نطلع فاصل مخرجنا الجميل وهنرجع تاني مع كفته السمك بالبطاطس، تكنيك عالي خبره طهويه. معانا طبق مكرونه بالجندفلي، معانا النهارده الكشك الاسكندراني الاحمر، والاجابه عن السؤال الحمار منين، حلاوه وجمال ولا الشيف المغازي؟ اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وتفاصيل الشغل في البريك اللي انا باخده عشان المصداقيه والشفافيه بنشوفه دايما على شاشه التلفزيون المصري للامانه. يعني دخلوا المساعدين بتوعي، انا مش بشتغل لوحدي، انا اخر واحد ممكن اكون ببذل مجهود على فكره عشان حضراتكم تبقوا عارفين، في مساعدين، في فريق عمل كبير. انا خدت الكفته دي كلنا عملناها وغلفناها بالشوفان، يعني بعمل واحده اكزامبل كده مثال وبنمشي عليها من غير بيض، البيض هنا داخل في العجينه بتاعه الكفته، فانا هنا مش حاطط بيض خالص، يعني دايما السمك مع البيض مش مرغوب قوي فيه الا في الحالات النادره. وخدت كده الشوفان وغلفتها بالشكل ده كده وبسيبها شويه، يقوم الشوفان غني بالالياف الفعاله والغير فعاله والانسجه المطاطيه بتاعته يمتص السوائل اللي موجوده في البطاطس. الله عليك يا شيف، ايه اللغه العربيه الفصحى دي؟ ونخليها بالشكل ده كده. حلو، ناخد معانا سمنه او زبده وشويه زيت. وليه السمنه مع الزبده يا عم الشيف؟ علشان الزبده ما تتحرقش. شويه صغيرين كده. حاجه نوره ازاي يا حاجه نوره؟ اهلا يا شيف. نوره يا نوره. ايوه يا ست الكل. عامله يا شيف مغازي؟ نعمه والحمد لله يا اختي، امورين. نور الشاشه يا شيف مغازي. الله يبارك لك، خدامك اتفضلي. اهل اسكندريه كله بيحبك يا شيف مغازي. الله يبارك لك، وانا بحبهم. انا عامل لكم النهارده كشك. اكلاتك وكل حاجه بتعملها بنحبها يا شيف. الله يبارك لك، عامل لكم النهارده كشك اهوت يا ست الكل.
كل حلو من ايديك. الله يبارك لك، ربنا يديك الصحه لينا يا شيف مغازي. الله الله، يا بختك يا شيف. اموريني الامر لله، احنا معجبين باكلاتك وحاجاتك الحلوه بتقدمها لنا. الله يديك الصحه يا اختي يا رب. منور الشاشه يا شيف. الله يبارك لك، اشكرك. سلام الاهل مصر كله. الله يبارك لك، قولي تحيا مصر. تحيا مصر يا شيف مغازي. تحيا مصر، اشكرك يا اختي، الله يبارك لك. هي مش عايزه حاجه غير ان هي تسمعني صوتها وتشكرني. ايه الجمال والدلع ده يا شيف؟ انا اللي هنا الكفته في قلب الطاسه اهيت. حلو الكلام، بتاخد الصدمه. الاستاذ احمد ازيك؟ السلام عليكم يا شيف. سلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارككم وكل اوقاتكم بكل خير واحترام وتقدير لحضراتكم. الله يبارك لك وامرني. حضرتكم احمد عروق قد الجنينه غد بشبرا الخيمه. غني عن التعريف يا فندم. شكرا جزيلا، اشكرك. أمرني. بالنسبه لصينيه المكرونه بالبشاميل يا شيف، ايوه، من ايدك الطيبه اللي بننسجم بيها ديت وبتمتعنا ولا مذاق خاص. حبيبي حبيبي يا استاذ احمد. شكرا جزيلا يا شيف. انت بتعرف تقول شعر يا استاذ احمد؟ انا عايز اسمع. عايزين نقول كلمتين حلوين في اكله امي بس. لحد ما يعني بما انك انت مدرس لغه عربيه وصديق للبرنامج وصديقنا من زمان من سنين، فانا عايز تجهز لي كده سلوجان او يعني بيتين شعر في اكله امي ان شاء الله. يلا المره الجايه ما اسمعش صوتك الا بالكلام الحلو عن اكله ام. اشكرك يا غالي حبيبي. ابو حميد ده راجل مدرس لغه عربيه بس صديق البرنامج. الكفته في قلب النار، انساها بقى شويه كده، بس لازم اامن على الفرن بتاعي درجه حرارته 180 لان هي هتخش الفرن. بس امتى تخش الفرن يا عم الشيف؟ بعد ما اقلبها. خلي بالكم هقلبها القلبه دي وبعدين ادخلها الفرن. نخش على اللي بعده. اللي بعده هشتغل في الكشك لان الكشك عايز شويه شغل للامانه. مقادير الكشك على الشاشه: زبادي وطحين اللي هو الدقيق. اخواننا السوريين والشوام يقولوا على الدقيق طحين. معانا الطحين ومعانا الزبادي ومعانا فص توم ني. حلو الكلام. ومعانا هريسه حمراء في المقادير وملح وفلفل. وتعالوا نعمل خميره الكشك. دي اول حاجه نخمر الخميره شويه. عيني اهو. والجمبري، ايه رايك احط لك الجمبري جنب الزبادي؟ اهو دي المقادير ببساطه شديده خالص. اهو العب يا زيزو. حلو الكلام. تعالوا نعمل مع بعض الحاجات اللطيفه دي. الكشك اول حاجه كده تجيب مضرب. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. تعالوا نعمل مقادير الكشك ازاي. مخرجنا عايز يحافظ على الصوره الحلوه. جمبري لحم وتوم طازه وزبادي والدقيق بتاعنا معانا كميه. هناخد قد ايه هنشوف مع بعض. معلقه هريسه حمراء في النار. في قشر الجمبري اللي معانا ده هنا بيغلى على النار. اهو نبص عليه كده اساتذه المصورين حبايب. اهو ده قشر الجمبري محطوط مع بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم. كل ده بيغلى على النار عندي. الدهب الاحمر زي ما بيسموه. اهو اللي عندي الصوص ده او الشوربه دي او البسك ده تدخليه في شوربه جمبري، في شوربه سي فود، صينيه سمك بالبوري. ده موجود عندك زي شوربه اللحم وشوربه الفراخ لما تهتمي بها بالظبط. ده موجود عندي مريحني وبطمني ان انا هعمل شويه كشك ما حصلوش قبل كده. حلو الكلام. ده بس انوه الموضوع عن كده. هنبدا نشتغل مع الخميره بتاعه الكشك. ده زبادي، بنحط شويه دقيق. قد ايه يا شيف لكميه الزبادي ده؟ تقريبا نص كيلو من الزبادي هياخد 4 معالق من الدقيق. ونقلبهم كده. واحنا بنقلبهم بنحط فص توم ونسيبها تتخمر شويه تقريبا 10 دقائق. زبادي ودقيق. لا هنا مفيش خميره. لما قلت تخمر لان الزبادي في حد ذاته فيه عمليه تخمير، والدليل على كده لما بنيجي نعمل زبادي، الزبادي ما ينجحش غير لما نجيب علبه زبادي ونحطها على حليب مغلي، وبعد ما بيهدى الحليب بنحط عليه علبه الزبادي ونقلبه مع بعضه، وفي الاخر بنحطه في حمام مائي وندخله الفرن، والفرن يكون مطفي بعد ما نسخنه. دي طريقه عمل الزبادي بالمناسبه. حلو الكلام. ده الزبادي مع الدقيق. واسيبه على جنب ونشيل الحاجات دي من هنا. حلو الكلام. نبدا نجهز الشوربه بتاعه الكشك اللي هي اهم حاجه بقى. طاسه على النار. الطاسه دي هنحط فيها فص توم حلو كده والجمبري اللحم بتاعنا اهو واحنا شغالين. ناخد الجمبري ده ونروح على النار. اللهم صل على النبي. ونيجي هنا كده. عايز تعمله بالزيت
ولا بالزبده ولا بزيت الزيتون يا شيف؟ زي ما انت عايزه. طب الكشك افضله بيتعمل بايه؟ يفضل ان احنا نعمله بزيت زيتون. يا استاذ سيد ازيك؟ اهلا، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك يا استاذ الشيف احمد، عامل ايه؟ الله يبارك لك يا استاذ سيد. انا من معجبينك ومن بقدرك وبحترمك، انت راجل زي ابويا وشبشب جزمتك على راسي من فوق. الله يبارك لك. بتكبرني ليه يا عم؟ زي ابوكي بس يا غالي. ده انا بتفرج عليك يا استاذ، بكلمك من كفر الدوار البحيره. سؤالك ايه يا غالي؟ من البحيره جارنا، امرني. كفر الدوار البحيره يا فندم. امرني. السؤال يا فندم، من بالنسبه للذكر الرومي بيتعامل طريقته ازاي؟ وهل المقادير بتاعته ايه؟ لا. ده رقم واحد. رقم اثنين، عاوزين نعرف برضك طريقه عمل الكسكسي. عينيا الكسكسي، عينيا يا غالي. الله عليك، الله عليك، الله عليك، الله عليك. حاضر، عينيا. شفت الجمبري؟ الجمبري نزل على تومه، زيت زيتون، وحمر الجمبري كده وانزل بالبهارات. حد هيقول لي في وداني دلوقتي ايه بهارات الكشك يا شيف؟ برضه زي بهارات الكشك اللي بنعمله بتاع الصعيد الجميل والريف المصري الجميل اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. لا، لان الكشك ده غير الكشك ده. الكشك بتاع الصعيد وبتاع الريف المصري اللي هو القمح المتكسر بيتكلكع ويتحط في الشمس، وده تخزين، وده برفع له تعظيم سلام واقول تحيا مصر. الصعيد الجميل والريف المصري بيخزنه من السنه للسنه وبيبقى لطيف وجميل. حلو، عملناه قبل كده. اما الكشك ده يا عم الشيف مكوناته مختلفه شويه، عباره عن زبادي ودقيق. هنبدا نحط شويه ملح. طبعا الزعتر بريء من الكشك، خلي بالكم عشان ايدينا ما تاخدناش على الزعتر، ولكن شويه كمون يمشي الحال. شويه كزبره ناشفه، اوبا، سنه بابريكا فله، وشويه كركم زي الفل. هي دي البهارات بتاعه الكشك. جاوبنا على السؤال ونقلبهم مع بعض. لسه ما خلصتش. في تركايه كده قبل ما اطلع الفاصل لو تسمحوا لي يعني. الله عليك. عندي بقى زلزال. الزلزال ده نسمع عليه كده ونشوفه ايه هو. اللهم صل على النبي. نجيب مصفى ناعمه كده. اوبا، يا مسهل الحال يا رب. يلا يا شباب، يا ويلي يا ويلي. فوسفور مع فوسفور. نخلي شويه للمكرونه، ايه رايكم؟ حابب ان انا اغذي المكرونه بالتيست بتاع الجمبري، اخليهم على جنب وهسيب الحله دي تغلي على النار. معايا قوام الكشك بحطه هنا واقلبه، هو ده الكشك. عرفنا اللون جه منين؟ جه من الهريسه الحمراء اللي هي الفلفله الحمراء مع لون الجمبري بقى، القشر بتاع الجمبري بعد ما غلى على النار. هنطلع فاصل صغير، ولكن عشان بحبكم التركية الأخيرة لعمل الكشك نشوفها مع بعض. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. انا وعدت حضراتكم بتركايه الاخيره لعمل الكشك. حلوه. الجمبري بيغلى على النار، التست والطعم خلاص اتفقنا. في عمليه بقى اللي هو البرزنتيشن مهمه جدا في طبق الكشك، واحنا اتعودنا وتعلمنا من امهاتنا. نلاقي البصله المقرمشه، شويه جمبري على وش الطبق. يعني الطبق الكرش، الطبق الكشك بيبان بعنوانه. اذا هو بالبصل بيكون كشك مثلا بالفراخ بالبط، اذا هو بالتومه او بالبصل وعلى وش شويه جمبري يبقى كشك بالجمبري، لونه احمر يبقى بالجمبري، وهكذا. طب نعمل ايه يا عم الشيف؟ احنا كده هناخد شويه جمبري نخليهم على جنب عشان نزين بيهم الطبق بتاعنا. شويه جمبري من اللي استوى علشان نقول للناس والضيوف ان احنا عامل لكم كشك بالجمبري. معانا مين يا فندم؟ الاستاذه زينب. يا استاذه زينب ازاي؟ اهلا يا شيف احمد، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. يا امير الشيفات كلهم يا شيف احمد. الله يبارك لك. وابداع وهندسه واقتصاد وطب. اشكرك يا اخت، الله يبارك لك يا رب. الكلام ده بيخجلني والله العظيم. عشان نقوي المناعه عشان الكورونا. اموريني. ربنا يخليك يا دكتور. هو طبعا دكتور، والله والله طبيب يعني دكتوره في الطبخ يا دكتور. الله يبارك لك. الله يبارك لك احمد. الله يبارك لك. حضرتك علمتنا البساطه والاقتصاد. الله يبارك لك. انا عايزه اعرف طريقه عمل عيش السرايا. حاضر، عينيا.
نعمل لك العيش السرايا ونعرف اسرار عمل عيش السرايا. عيش السرايا بالتوست يتجاب يتحمص، نعمل الكراميل سكر على النار، شويه فانيليا، ميه زهر، يبقى زي اخواننا الشوام دايما نحط له ميه زهر، احنا المصريين نعمله بالفانيليا. وبعد ما يتكرمل السكر بنغرق التوست اللي احنا حمرناه ونرصه بعد كده بايركس ونزينه بقشطه بلدي والفستق الحلبي مع مربى الزهر. ويسموها عيش السرايا ليه؟ لانه الاكله دي بترجع للزمن الجميل، وخدتوا بالكم، وبيبقى اكله يعني تتعمل كده في المناسبات. ده عايز شويه بشاميل بتاع دقيق تاني مع الزبادي اهو، واسيبه على النار كده واشوف اللي بعده. اه وانا شغال اه زي الفل. ده الكشك طلع معايا. المعلومه اللي عايز اقولها انا بقى، دايما لما تيجي تعملي بشاميل اخواننا بس اللي على السوشيال ميديا حبايبي اللي بيتواصلوا معايا، طبعا انا معاكم ومعانا على فكره فريق عمل بيتابع اول باول وبيشوف الاسئله وبيتسال بيها مباشره على الهواء. اللي بيقول لك الشيف المغازي ممكن يكون طالع بثلاث اطباق او باربعه وفي الاخر نتفاجئ انه عمل ثلاثه، انا بكون عندي معلومات غزيره ومعلومه غير معلومه بتفيد الاكله وبتفيد الموضوع والحوار اللي انا شغال فيه، فانا ما ببخلش بيه وبقوله كل مره بشكل تاني. البشاميل الكشك ما ترفعوش من على النار غير لما يغلي، لان وارد تشوف القوام كده تقولي خلاص، فتيجي تحطيه في الاطباق بعد ساعه زبد تلاقيه طبق اسمنت. ونفس الموضوع للمكرونه البشاميل اللي بتشتكي دي بتعملها بتنشف منها او بتجلد منها او بتبقى ناشفه، لانك ما بتسيبيش البشاميل يا اختي يا خالتي يا عمتي يغلى على النار بالقوام بتاعه، فهنا بتحتسب القوام وبتعرفي القوام بتاعه، فهنا بتظبطي المساحه او المسافه اللي هي بتاعه تسويه البشاميل. معانا اتصال يا فندم. مين؟ الاستاذ سعيد. يا استاذ سعيد ازاي؟ الله يخليك. ازيك يا سيف مغازي؟ الحمد لله رب العالمين. انا انت من شويه طلبت من واحد مدرس لغه عربيه يكتب بيتين شعر كده في البرنامج حبيبي، فانا بصراحه انا قمت بيها يعني. سمعني كلامك الحلو. اكله امي يا اكله امي، اكلك صحي بيجري في دمي، اسمك دايما غالي عليا، بيفكرني بست وامي. الله معلش يما بيتين كده سراع كده، بس انا قلت حبيت يعني ايه البي لك طلبك يعني. حبيبي يا محترم اشكرك، وصلوا للقلب يا غالي اشكرك. ايه ده ايه ده، شفتوا المصريين في اللحظه في التو تطلع الايه الحلوه. نعم مين يا فندم؟ يا ام اسلام ازاي؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيف عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين يا ام اسلام. تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم ايدك والله على الحاجات الجميله والمفيده والمغذيه دي، والله ربنا يبارك لك يا رب. الله يبارك لك. ايه رايك في الطبق الكشك ده؟ لا جميل جميل والله. سلم ايديك يا رب، سلم ايديك يا شيف، ربنا يبارك لك يا رب. الله يبارك. انا اطلب منك بس اللهم صل على النبي المكاريل المشوي. الله انت جيتي على طبق على سمك انا بحبه جدا على والبوري لو سمحت. حاضر حاضر عينيا حاضر. على فكره المكاريل اللي اتكلمت عنه ست الكل، المكاريل ده اللي هو يعتبر اكسير الشباب، وخاصة سمكة بريئة عمرها ما بتضر الإنسان، سبحان الله. حلو؟ اه المكاريل ليه بقى؟ لأنه غني بأوميجا 3، غني بالدهون اللي موجودة فيه، زي السلمون كده، مش هنقول زي السلمون طبعًا في الشغل، ولكن زي السلمون في القيمة الغذائية، سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى واخد باله من الفقير اللي ما يقدرش ياكل سلمون ياكل مكريل، ياكل سردين، ياكل تونة. أوميجا 3 بنفس الدرجة بنفس النسبة، شوية جمبري كده يزينوا الطبق عشان يتكلم مصر. اه حلو يتكلم اسكندراني ممكن كمان. يعني 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 طبعا الأكلة دي فيها توم كتير. ده نعناع أخضر حط بالشكل ده كده على الطبق، شفت الجو ده كده. ممكن على فكرة تحمصي شوية توم مع شوية نعناع يابس وتحطهم على الوش برضو بتاعتك زي ما انت عايز، بس انا حابب النعناع الاخضر ده كده بيدي جو حلو قوي. تعالوا مع بعض. حاضر عينيا. كفتة هاي حالا اهي هوريها لك حبيبي. صلي على الحبيب قلبك يطيب، بدل البقسماط بدل رقائق الذرة الشيف المغازي استبدل الشوفان كفر لطبق كفتة السمك بالبطاطس. عينيا نشيل ده من هنا ونوسع الحاجة الحلوة. عينيا
على السوشيال ميديا جالنا سؤال مهم جدا، ايه هو طريقه عمل الشاورما في البيت؟ بصوا هي دي الكفته، انا ممكن اغرفها في طبق بس نشوف على يعني الاهم، واذا في وقت نغرفها لحضراتكم. شايفين الكفته طالعه ازاي؟ تاكليها من الصينيه دي وعلى مسؤوليتي. تعالوا نعمل طبق مكرونه بسرعه كده. واستاذنك يا استاذه رحاب، السؤال بده هنجاوبه في اللايف بتاعنا ان شاء الله. الشاورما لان ده بحر. حاضر يا الشاورما لحمه ولا فراخ؟ لحمه وفراخ. حاضر، الشاورما علشان نعملها وتبقى ناجحه معانا لازم تتبل على الاقل ساعتين. بعد التتبيله مباشره بنحط لها زبادي ونحط لها توم وخل وعصير ليمون. ليه حطينا زبادي وخل وعصير ليمون؟ عشان عمليه التسويه تتم سريعا وفي نفس الوقت بعد ما تستوي تبقى طريه. طبق المكرونه يا شيف مغازه هتعمله بزيت الزيتون ولا بالزبده؟ الطلاينه دايما يحبوها بزيت الزيتون، واحنا مفيش حد احسن مننا، هنعملها بزيت الزيتون. ايوه نعمين ماشي، ما انا شغال اهو زي الفل. تمام حاضر يا فندم زي ما هي. تمام، تعالوا مع بعض نعمل طبق مكرونه جامد جدا. المكرونه في النار، وللامانه اتعودتوها من الشيف المغازي، انا نسيت قطعه فيليه في قلب المصفى، محظوظ يا شيف، فقطعه الفيليه دي انسجمت مع المكرونه. ايه الجمال والحلاوه ده؟ انا شغال زي ما انا لغايه لما تنزل الستاره يا مخرجنا، واللي يطلع معايا يطلع، ودي مدرستي. انا ما امشيش من هنا غير لما كل تفاصيل الحلقه والاكله توصل للساده المشاهدين. توميه حلو قوي، شويه زعتر مهمين جدا لطبق الباستا بالذات. الله عليك. ومعانا كمان معلقه هريسه حمراء، ومعانا الجندفل بتاعنا الجميل، ومحطه هنا نسميها محطه الابداع. لما تيجي تعملي طبق جندفلي لغايه هنا هو اتعمل بشويه كريمه لباني، وعملت احلى طبق بلح البحر، احلى طبق جندفلي اسكندراني. اهو جبني وانا بحط الجندفلي. اهو ده جندفلي اتغسل بميه ساقعه عشان نشيل الماده الرمليه اللي موجوده فيه، اللي هي ممكن تمرر لك الشوربه وتغير لونها، ربنا يكفينا شر المرار. ممكن مع الكميه دي كلها يطلع لك حبايه جندفلي تبوظ لك الدنيا كلها وتكرهك انك تشربي شوربه سي فود، خلي بالك. حلو قوي. ونقلب التقليبه دي كده. طبق المكرونه ده خلص. اللهم صل على النبي. تشويحه على النار. مش عايز القرن الفلفل؟ عينيا. حاضر. تعالش معايا ندخل. عندي شويه شوربه فاكرينهم؟ هم دولت، هو ده الزبده. شوربه الجمبري. يا ويلي يا ويلي على الطبق ده. حلو. عندنا يا عم الشيف كريمه لباني. لغايه هنا طبق جندفل او طاجن الجندفل. ننزل بالمكرونه بتاعتنا جاهزه اهي. وللامانه فيها قطعه فيليه سمك اتقطعت جوه المكرونه، بس للامانه خلت طعمها حلو. الله عليك يا عم الشيف. طبق المكرونه عينيا يا فندم. اهو طبق المكرونه خلص. قال لك ازقز كابوريا، المره دي ازقز جندفلي جوه مكرونه بالوايت صوص بالريد صوص زي ما انت عايزه. تاخد جبنه ما تاخدش، القرار قرارك. نغرف الطبق ده كده سريعا. طبق كبير اهو. طبعا جاي معانا السموزي التمر. حلو الكلام؟ الطبق ده جاهز كده. يلا. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. حلو قوي. معانا وقت يا شباب نعمل سموزي التمر بالايس كريم. حقنية خلاص، انا بعتذر عن ان انا اطلت من الوقت. خلونا طبعا نقول عملنا ايه سريعا. عملنا طبق كشك اسكندراني بالجمبري في الطعم مصري بخفه دم مصريه. عملنا طبق كفته البطاطس بالسمك الهامور بمدرسه المغازي، الكفر بتاعنا شوفان مش بقسماط. عملنا طبق مكرونه بيتكلم مصري
بالطعم الطلياني. عملنا كمان وجاهز معانا سموزي التمر بالايس كريم، دي فكرتي انا، ولكن وعد مني ان شاء الله نعمله مع بعض بكره. اهم حاجه ان احنا نطلع بمعلومه غير معلومه وبافاده كويسه تفيد كل الاسره واحنا بنشاهد شاشه التلفزيون المصري. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم دلوقتي على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.